هلا أول شي نختار الفيديو بدنا إياه، ليكو هذا هو. نعمل كومبوزيشن جديد، نخلي الدقة فول اتش دي والزمان ما بيأثر، نكبس اوكي. هلا بننزل الفيديو اللي بدنا إياه لتحت وبنكبس كبستين، بنروح من هي العصاية الزرقاء لقدام، بنشوف من هون هون طلعوا هون، هون بيكتبوا رقم الثواني من هون، أنا بعرف يعني هون ثانية 30 هيك 45 45 ايه تمام ايوه هلا 52 وبعد تمام الشغل. فيني اروح لهون لعند المكان بالضبط، بكبس كنترول شيفت دي نقصت شيفت القديمة، ضل عنا هون. هلا هون بكبر يعني لسه ما ضبطت على المضبوط. ايه هون بس كبست كنترول شيفت دي، كبست كنترول شيفت دي ام نقص. هلا هون بزوم، هون بزوم مشان نشوف وين المشهد اللي رح ناخده بالضبط. من هون لحتى يطلع لنا هي اللقطة. أو إذا لقيتوا يعني مشهد تاني ممكن تشتغلوا عليه. هلا تجربوه يعني تمام. هلا يعني هي لقطة يكون فيها جرين سكرين بتقدر تشتغل عليه اذا بتكون طيب. طيب برجع بعيدها هلا لا من قبل لما بلبس كبستين مو ايه كيف نعرف؟ عملت كوبي وشاهد ايه صارت بعد شو خلفت من تحريك المسطره؟ ايه بس مش هلا هون انا من فوق مشان اخذ لقطه اللي بدي اياها وقص من فوق من هون. اما لما رجعت لهون يعني كانت اللقطه مو مناسبه ما فيها جرين سكرين، قمت مشان هيك حركت العصايه لحتى يطلع لي لقطه فيها جرين سكرين بس. يعني هلا هون ما في جرين سكرين، صرت حرك المسطره وحرك الفيديو ايه ما رجع بتميل ايدي شوي كمان هاي بس مشان يعني حرك لانه هون اللقطات سريعه بدي كبر مشان اتحكم اجزاء صغيره ايه هلا هون فينا نختار التاثير اللي بيخفي الجرين سكرين طريقتين، اما من هون من هاي القائمه الايفكت نكتب اسمها نكتب كي لايت او سوا شوي نكبس على الفيديو والكبسه اليمين من هون نكبس كبسه اليمين بنروح على الايفكت على قائمه الايفكت وكيينج هي القائمه كيينج كي لايت 1.2 نعيدها كبسه اليمين قائمه ايفكت لا اللي فيه هي اللقطه الخضراء لانه ما حذفت القديم انا حذفت القديم ايه تمام هلا هون فينا مثل ما قلنا قائمه هون ايفكت كينج بس شوفوها مشان هلا طبقوها كي لايت 1.2 طلعتنا هاي القائمه او فينا مثل ما قلنا بنكتب هون كي لايت كل ما كتبنا يعني بيطلعوا لنا كانه عم نبحث هلا هاي القائمه طلعت لنا اذا اخذناها صحيح منهم ما جربناها كي لايت بنكبس عليها هاي التاثير بنسحبه بننزله على الفيديو هون او هون نفس الشيء كمان بيطلع لنا وحده جديده هلا هون نحن شلون بدنا نخفيها هاي الدبوس بنكبس عليه وبنحط هون على الجرين سكرين اختفت هلا هون الاضاءة كمان شوية مو زيادة من علي هي القيمة
قيمة من 100 لحتى تظبط تختفي هاي. راح خليها 100. تمام. هلا هون نشوف في ضاء يعني. ايه انتو خفيتوا هلا. ايه هلا نحن مشان نشوف بشكل اضبط يعني مشان ما يضل عندنا ابدا ظلال نكبس على هاي القائمة final result. نكبس عليها بيطلع لنا القائمة. نكبس على screen mate. هون صار عندنا ابيض واسود. يعني بدنا نخلي هذا الجسم الابيض صافي. شوف هون شلون مو تمام ابدا يعني. ايه هلا ممكن اذا كبسنا على هاي واخذنا لون غامق اكثر يمشي الحال. كمان ناخذ لون غامق اكثر. رح ارجع عيدها مثلا. حطيناها من اول وجديد. الدبوس الاسود هاد بننقي لون هون مثلا اخضر فاتح لفوق غامق اكثر. خلينا ناخذ الغامق. لا مو الاسود يعني الاخضر من فوق. هلا هيك لسه افضل شوي يعني مشان اللون غامق. هلا بنروح على هاي الفاينل ريزولت. بنكبس عليها. بنكبس على سكرين ميت. هون بدنا نضل يعني عم نغير الاعدادات من هون. هي 100 بنرفع شوي بنشوف شلون الجسم هون صار صافي اكثر. اذا رجعناها 100 بنشوف كيف بيصير. هون الجسم يعني في حواليه ظل ايه وغبار. بنساويها 130. هلا كمان بنشوف هاي القيمة اذا غيرناها شلون بيصير الجسم. بنرفع هاي القيمة من 50 لل 60 مثلا. وهون التغويش اللي على الاطراف بنرفعه شوي بس. نشوف هلا هيك كيف صارت. هلا هون نحن كنا كابسين سكرين ميت. بنرجع نكبس عليها بنخليها فاينل ريزولت. هلا اذا بدنا نغير الخلفية بنجيب لاير تاني. بنكبس لاير نيو سوليد. يعني 2 خليها 2 بس بما انهم ما واضحة زيادة. هلا هون نكبس لاير. هلا بدنا نضيف لاير تاني. بدنا نضيف لاير مشان تصير الخلفية ورا ابيض مثلا. نكبس لاير نيو سوليد. هون اللون الابيض نكبس اوكي. بنحطها ورا الفيديو اللي بدنا اياه تحته. بنشوف كيف اختفى. هلا اذا انا بدي اشيل هذا الزلمة وما بدي اخلي غير هذا شو بنعمل هون؟ يلا. هلا هون ما سويت شيء انا بس جبت لاير نيو سوليد بس. بكبس اوكي. يعني من هون هيك نكبس. نكبس عليها تمام. هلا بنحطها تحت الفيديو مشان تصير خلفيه ورا. تمام. هلا هون حطيته تمام. هلا هون بدنا نخفي هذا الشخص. ما بدنا نخلي غير هذا. هون شو بدنا نستخدم برايكم؟ اي اداه؟ اي بدنا نستخدم هلا هون ماسك. هلا بنكبس على البين تول هي القلم او فينا نستخدم هي. انا رح استخدم هي مشان نكون استخدام دقيق. اي هلا انتو كانه كبستين كانكم كبستوا كبسين على الفيديو بس بتروح على هي. نكبس هون تمام. بنحط العصايه هون. اي العصايه بس نكبس هون كبسه. يعني كبسة على شحي الله رقم هون. ايه بتقوم تتحرك العصاية. انتو ما كنتوا قاصين يعني. لا طيب بدكم ترجعوا تقصوا. لا ما مش الحال معناتها انتو قصيتوا التاني. طب هلا ارجعوا سووا هذا بكون. طب هلا بس رح نقص الفيديو. هلا هون نختار بس الجسم بحيث كيف ما تحرك يعني ما يطلع برا الماسك. هيك مني زيادة هالمقدار. ايه بس مشان نخفي الاستديو. قصينا بهي البين تول. نرجع بنحذف الماسك بنساويه مرة ثانية. فينا نستخدم هاد هي البين تول نقص هيك على كيفنا. يعني
الحين نعطي مجال لحتى يتحرك شوي. ايه هاد قصينا حوالين احنا نعمل سب تراك. ايه نعمل لا ما نمشي حال لان الشخص هذا يعني قصدك فينك تستخدم طريقتين بس هيك اسهل هيك اسهل لك. هلا بنحرك شوي نلبس مسطرة. هو الفيديو فيه كثير فول اتش دي. هلا هون بنحرك الماسك. لا هو هون نط خلص ما فينا. تمام هلا رح نجرب نحط نص ورا للزلمة. تمام بنجيب من هون من هاي الاداة تكست بنكتب فيديو. هاي اسم الشركة. هلا هون اذا بدنا نخلي النص ورا الجسم بس بنحطه تحت الفيديو. تمام حتى اذا بدنا نجيب صورة تانية بنروح ننقي صورة بنايها مثلا او رح نجيب فيديو تاني. هون في فيديو هاد اسمه جرين سكرين باك جراوند. رح ناخد هاي. هلا هاي الخلفية الموجودة عندكم رح نخليها نزلة لورا الشخص. تمام ونكبرها. هلا هيك صار كأنه موجود هون. هاي يعني إذا بدنا نعدل على كيفنا مثلا كبرنا الشخص. ايه هلا هيك حطينا الزلمة هون. إذا غمقناه مثلا يعني بالكيرفس نشوف كأنه موجود هون. هلا اذا هون هيك عملنا فينا نحط شوي طبقه ثانيه مثلا بيصير كانه موجود بقلب الفيديو. بس لاحظ على فكره هم بطلون شوي مرفوع بين كانه عاملين له هواء. ايه عم بينفخ هواء. يعني بس نحن عم نجرب انه كيف اذا بدنا نخفيه. هلا كمان فينا نقدم لقدام ونشوفها بشكل اضبط. كان نحذف الماسك اذا بدنا نشتغل الفيديو مرة ثانية. هون تمام. هلا هون كمان نحنا هون في جرين سكرين. رح ناخد هاي اللقطة. هلا هون بنرجع نحط الجرين سكرين مرة ثانية. رح نرجع نعيدها. مثل ما قلنا كبسة اليمين كي لايت 1.2. ناخذ دبوس من عين على اللون الاخضر. اختفى اللون الاخضر اللي هون اللي جوا. اي حتى اللي جوا الكاميرا اختفى. كل شيء لون اخضر حتى كل شيء لون اخضر موجود بده يختفي. ايه هلا بنشوف هيك. هلا بس هون سؤال. هاي الخلفيه اللي وراها اللي قبل الشاشه غير الخلفيه اللي وراها بالرقم. هن حاطينها. لا هي نحن حطيناها من شوي. رح نرجع نعيدها. هلا هيك اذا احنا حطيناها الجرين سكرين صارت ورا كل شيء اشتغلنا. هيك مثلا علينا شوي هي القيمه من على 100 صار الجسم اضبط شوي. هي الخلفيه نحن حاطينها. احنا حطيناها بس هون الكاميرا هون 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 جرين سكرين. هي الجرين سكرين عم بيصور يعني بنشوف. لا هلا هذا بس مباشر يعني اضبط مباشر. في برامج بس مباشر يعني غير هيك شيء. هلا هو عم بيصوره من غير زاويه مشان هيك يعني يطلع في اللقطه مختلفه. يعني بيصوره من تحت عم كمان يعني اذا شلنا بتروح. هلا هون كمان فينا نخفي هذا الشخص. ناخذ هي البنتول من قص الشخص هذا ونخليه بدون كاميرا. شو بنساوي؟ بدنا نساوي فيها اي شيء يعني الصورة موجود هون. يعني هلا هيك صار بصير شغل الواقع اكثر.
نعم عادي حذف الماسك كان نشوف كيف صار يعني واقعي هلا بشغل مخطط بس مسخرة الوقت واقعية جدا يعني ابدا ما عاد بين انه خطي هون حتى الاضاءة مبينة كأنه مبينة اضاءة طبيعية يعني هذا الشيء فينا نستخدمه نحن حتى بالبيت اللي سوينا الاضاءة هي لا اذا بده يعني حسب يعني حسب الاستخدام اي من اصلا لا هدول ما دخل تنين حواف لسه ما عملنا ماسك يعني هذا هو بده يقصوا للشخص بس مو هاي اللقطة بدهم ياخذوها هاي للكواليس اللقطة الأساسية موجودة بالكاميرا تمام هلا هاي بالنسبة للجرين سكرين يعني هي كلها هذا كل الاستخدام تبعي نجرب كمان على لقطة ثانية غيرها هون كي لايت هي نحطها على الفيديو ايه من قصة هلا فينا بس نغير لون او نكتب شيء بدنا اياه نحن ايه فينا نعمل هيك تمام نجرب هيك هلا هون ما في يعني ما فينا بدنا نقص شوي بنصير نحرك كل ثانية مع الشخص هيك شكل تقريبي هاي الماسك بنعمل له سبتراكت نكبس على الاد نعمل له سبتراكت ايه هذيك اخذنا بس الشخص نحن هلا هيك بنشوف كيف الشخص صار موجود هون صغرنا كمان بيصير واقع اكثر هيك ما عاد بنعرف انه موجود هلا هي بس كبست سكيل اس يعني نكبر ونصغر على كيفنا يعني هدول مكررين كثير طيب هلا ننتقل لشغله بعدها ولا في سؤال؟ كريم 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 الصوت هلا هذا الصوت من الفيديو شخص عم بيحكي ومعه موسيقى صوت خلفية ما له صوت فينا نخلي هلا هيك وقفت صوته انا مثلا كبست على هي كبسة الصوت اختفى صوته منشغل يعني خلفية ما له صوت اصلا حتى انه مصورين ما بس هلا هيك يعني تمام ايه بس طبعا هاي الاضاءة بتكلف كتير كمان بدأ استوديو يعني مبين هلا هون كأنه هو هون تمام يعني فينا نعمل هيك شي نحن اذا ما عنده ديكور بالبيت اذا ما عنده ديكور بالبيت مثلا بيستخدمه مشان كمان اذا بدي ايه هلا هون مثلا نكتب تكست وراه هلا هون النص هيك بيجي من وراه اذا بدنا نحرك النص مثل ما بالعاده بوزيشن بي ساعه بنخليها هي هون هيك بننزلها لتحت الفيديو اللي عم ينعرض ما فهمت عليك
هي بس بوزيشن كمان بوزيشن كله بتحركه وتخليهم مكانه. لا ضروري نحن نحط دائما الكتف والكتف هلا هون يعني البرج هي فيديو برج ايفل النص فوقه والشخص فوقه يعني حسب ما انا بدي هذا الترتيب يتبع انا حاطه دائما خلفيه لازم تكون اخر شيء من تحت مشان اي شيء بدنا نحطه يظهر فوقه. وهون يعني فينا نجيب اي شيء شكل بدنا اياه. مثلا كنا عم نعمل فيديو من هون صور للتدريب. هلا مثلا اذا بدنا نعمل صوره من هون مثلا ايه رح نساويها هلا هيك هي رح نساويها. جبنا صوره بي ان جي مثلا مفرغه يعني شفافه خلفيتها بنحطها ورا الشخص. شوف كيف هي كمان بدنا نحركها بس نكبس بي بوزيشن بي بوزيشن بكل شيء. ايه حتى القنوات التعليميه هلا اكثر شيء عم بستخدمها بالتعليم هلا بخواطر كله هيك كان جرين سكرين وهيك شيء موشن جرافيك وجرين سكرين. هلا بنشوف هيك كيف صارت تحرك ورا للشخص. ايه فينا الواحد يدمج شخصية كرتونية جنبه وحتى فينا بدون جرين سكرين. هي قناة تعليم انجليزية كلها جرين سكرين. ايه وفينا الواحد يحط البرامج. ايه البرامج الكبيرة مو كرتون. هلا ايه بس شو اسمه ما في شغله. هلا فينا كمان مثلا نحن نخفي يعني نحط حالنا بافلام بقلب افلام. ايه بس نضبط الاضاءة هي اهم شيء هون الاضاءة بجرين سكرين. إضاءة للجرين سكرين وإضاءة للشخص. إيه والشخص كمان حسب الخلفية اللي بدك إياها. إذا بدك إياه يكون وراه شمس لازم تخليه هيك شكله أبيض. تمام. إيه فينا هاي شيء بالذات فينا تستخدمه. هلا هون إيه طيب بدك تجيب لاير تاني بدك تجيب لاير تدمجه مع الفيديو يعني. لا ما فينا هيك شيء. هيك شيء مثلا نحن بدنا نضيف اضاءة للشخص خليه اسود شوي. هو لحاله هون ليك شلون هون ابيض هون اسمر شوي. راح نخلي هذا الطرف يصير اسمر. نجيب لاير نيو سوليد. هلا هون نجيب هيك هذا اللون الزيتي مثلا بخفيه مشان اعرف كيف بدي اقص. يعني حسب كل واحد هو الغرض من الاستخدام تبعيته ممكن يساوي 1000 شغله. هون هلا بخفف الاوباسيتي بساويها 30 وبعلي الفيدر بكبس اف بساويها 15 مثلا. كبر شوي السكيل ساوي 105. كل ما قويت الاوباسيتي كل ما صار وشه اغمق. شوف هيك يعني فيني انا حتى اعدل ظروف الاضاءه بس هذا الشيء بده تحريك كل فريم. هلا رح ننتقل على شغله بعدها هي هلا مثلا مو هون قصينا الماسك. هلا هون قصينا الماسك مثلا شخص حرك ايده انا بدي اكبس على الماسك باس. ايه هلا هون بكبس الايم ماسك باس بكبس على الساعة حسب ما يحرك ايده بدي احرك الكي فريمات معه. بقدم كل ثانية وبدي احرك هي معه حسب ما هو عم يتحرك. هذا الشيء بياخذ وقت كثير مشان هيك يعني الواحد يشتغل بالاضاءة. هلا رح نخلصها من جرين سكرين تمام هيك ننتقل على المؤثرات البصرية النار والرصاص كذا بس بدنا نجيب الفيديو ما موجود. هلا ناخذ الفيديو اللي بدنا اياه هذا الجديد جبناه بننزله على البرنامج. هلا بننزله تحت مثل ما هو على الكومبوزيشن خلينا نشتغل عليه مثل ما هو. هلا هون رح نطبق فوقه يعني معلش انه ما في فيديو. هون من عند الثانية 53 بنقص كنترول شيفت دي بنحذف اللقطة القديمة
نشوف من وين بدنا. كمان نعمل كنترول شيفت دي. هلا هون بدنا نجيب ملف النار اللي قلنا عليه اول شيء الموجود عندكم اسمه مازل فلاش. موجود هون بنروح على المازل فلاش هي 11 بنختار وحده منهم 13 مثلا هي نزلتكم اياها انا موجوده عندكم نشوفها فيه هي هيك بتكون خلفيتها سوداء هي هي قصيره كثير هلا بناخذها بنحطها ببرنامج هلا بدنا ننزلها لفوق الفيديو اللي بدنا اياه بتنزل دغري اول ثانيه هلا بننزحها لعند الفرد اول شيء تمام هلا هي الاداة اللي قلنا عليها مركز توازن بنكبس عليها بنسحب هي بنحطها عند الفرد مشان اذا حرك ايده هو عم بيقوص تتحرك النار كانه عم تحرك مع الفرد تمام هلا هي حركنا مركز توازن هلا هون ثانية كمان 53 هي هلا هون الفيديو ثابت راح نشوف كيف هيك صارت النار تمام هلا شو لسه لازم نحط شيء مشان يصير واقعي بدنا نخلي انه اضاءة على وجهه كانه يعني النار فعلا اعطت اضاءة لوجهه هلا بنجيب لاير لاير نيو سوليد بدنا نختار لونه يعني اقرب للون بشري من هون فينا نستخدم هاي في هلا عدة طرق رح نجرب هاي هلا نكبس اوكي نخفيها شوي مشان نقص على ماسك لوجهه هلا من هون رح يجي النار على وجهه من هون يمين نشوف هون وايدي كمان شوي كمان هون شوي ورا الفرد وعلى الحيط شوي كمان يعني قصاص ضوء وهون تيابو شخص هلا هون انا حطيت الماسك جبت موجة لاير نيو سوليد قصيت السوليد اللي لونه اصفر قصيت عدة ماسكات منه هلا هون خفف شفافية خليها 20 او برفع كمان شوي لل 30 هلا هون الفيدار بكبس ايه بروح بعلي هدول الفيدار الشفاف يعني الحواء مشان ما يبين انه يعني كثير مقصوص يعني هلا هيك هي طريقة فينا نستخدمها نشوف كيف صار اول شيء كمان هلا من هون ببلش النار صح بنمشي لحد ما تختفي النار من هون نحن بدنا نخلي بس محل ما بطلع النار يكون في اضاءه بنمشي كنترول شيفت دي نحسبها بنشوف هيك كيف صارت هلا هيك عطى اضاءه يعني هلا هيك حتى لما قدرنا نساويها بشكل ضابط ما كثير بينت ما كثير بينت لانه سريعه هلا هون نحن بدنا الاضاءه تجي تكون بس لما يكون في نار بحيث لما تختفي النار تروح الاضاءه تمام النار موجوده من هون لهون فريم واحد بس معناتها بدي اقص الاضاءه كنترول شيفت دي كنترول شيفت دي انا بدي بس هي الاضاءه هون فريم واحد بس نشوف كيف
بنحذف هدول ضل عنا بس إضاءة هون جزء واحد بس مشوف فيه. تمام. هلا فينا نستخدم طريقة تانية واللي هي نفس الفيديو بس نعلي الكيرفز تبعيته. رح نشوف فيه. هلا بنروح على اللاير نيو ادجستمنت لاير. هلا هون بنروح على الكيرفز كولور كوركشن على الكيرفز بنعلي الإضاءة شوي. هي واقعية كمان بتطلع ماشي الحال. هلا هون كمان بنعمل نفس الشيء ما حطينا على الادجستمنت لاير بناخذ ماسك لوجهه. وماسك لإيده. هلا احنا لما ناخذ الماسك نحن عم نقصه بفوق ولا عم نقصه بتحت؟ لا عم نقص عم نقص هذا اللاير. ثواني شوي شوي. اللاير هذا اللي فوق فوق الفيديو فوق الفيديو نحن حطيناه فوق الفيديو مشان لما يعطي اضاءه للفيديو. فلما تحدد معناته تقصد نوع تقصد الباير او تخلي بس العلم. تمام. شو اخذ وقتها؟ هلا بس باخذ بين طول وبحدد بس بعدين لحالهم بينحذفوا وبتحدد بس الماسكات اللي انا بصها. نشوف فيه هون كمان كل ما حدد ماسك بيرجع من الحذف. اذا انا بدي خفف واحد هلا بنشوفه كيف. ما فهمت عليك. فينك تساوي بس هيك اسرع يعني. هلا هون بنخلي شيء اخف من شيء اضاءته. مثلا هون هي الاضاءه الماسك الرابع بتكون اخف من هدول. شو بساوي؟ بعلي الفيدر بس. هلا هون بروح بكبس اف بيطلع لي قائمه فيدر. الماسك الرابع هذا هو تمام. رح هذا علي الفيدر كثير مشان تخف الاضاءه. الماسك الثالث هذا هو هذا عم رح خليه عادي 30. هلا هون ايدين رح تكون اقوى ما رح علي كثير الفيدر تبعيتها مشان تضل اضاءة قوية. هيك هون كمان الوجه هون خففه شوي اكثر. هون هلا بعد ما قصيت بعد ما عليت الفيدر حسب ما يعني لازم تكبر برجع بكبر. هلا كل ما عم كبر الماسك عم بيتغطى اكثر عم بصير في اضاءه على الوجه اكثر. وهون ايدين كمان نفس الشيء كل ما اخذت كبرته تمتد الاضاءه. بنشوف هيك كيف صارت. هو لو فيديو نحن مساوينه كان اضبط كثير. هون لسه ما قصينا. هلا بدنا نقص لعند بس النار. هون قبل النار مثل ما طلع بكبس كنترول شيفت دي وبعد ما راحت كنترول شيفت دي. هلا هون انا حذفت اللاير تبعت الاضاءة. بنشوف كيف صار. شوف كيف. هلا هون رح نحط صوت فرد مشان تصير واقعية لسه اكثر. تمام. موجودة عندكم أصوات الأسلحة ما بسمع. هاي موجودين هدول كلياتهم. فيني اختار أي صوت. أنا هي رح أحط البيج جان اختاره. هلا هون كمان رح نزامن الصوت مع الصورة. هلا من محل ما طلع النار رح نزل الصوت. نزله لعند محل ما طلع النار من عند هي. هلا هون هذا صوت. لا يعني ما انا يعني حلو اختفيت.
بخف تدريجيا. هلا هون نحن بنحط رصاصة فارغة مشان تطلع من الفرد كأنه يعني عم بيضرب حقيقة. تمام كمان نفس الملف رح يصير تحرك من عندها. لا بس النار. هلا هون نحن حركناها عند النار هي حطيناها. ايه بس هون ما عم يتحرك الجسم ما عم يشوف حال يعني خليناها ثابتة. يعني خاصة يعني هلا اذا حطيتها انا بمركز توازن هون بصير بحرك من عندها يعني ما دخل. انا ما فهمت سؤال المظبوط. لا قصدي انه المسدس انت ممكن يرجع لورا. ايه مشان هيك انا حطيت المركز توازن هون بحيث اذا تحرك الفرد تحرك مع النار هيك بشكل واقعي. ايه تمام. بس بحرك البوزيشن بكبس البوزيشن على الساعه بحرك حتى الغبرة كمان هلا هيك صارت تتحرك. اذا بدي احركها لورا نشوف كيف صارت. ايه بس هون يعني ما مش نشوف كيف صارت الغبرة تتحرك لانه يعني شيء واقعي. هلا رح نجيب كمان الفارغة تبعت الرصاصة. ملف عندكم اسمه شيلز نفس الاسماء اللي عندي. اس ليكم هون 18. هلا مختار هاي تبعت الفرد موجودة عندكم. هاي هي ناخذها على البرنامج. هلا كمان بدي نزلها تتحرك هاي مع كمان النار نفس السرعة. هلا هون كبيرة كتير هاي بكبس اس سكيل وبصغر. ايه لسه هلا اول شي بس عم نظبط الحجم نحنا نشوف كيف الحجم يكون يعني ملائم. هلا هيك صارت كتير واقعية سويتها 7. هلا هون محل ما طلعت النار كمان الفارغة طلعت. هلا هون رح بالروتيشن تدوير بكبس ار روتيشن. فيني احرك بأداة التدوير هاي هيك عشان اذا تطلع من فرد تكون واقعية هيك. بكبس على السهم حركها شوي من هون. هلا انا بدي اياها تكون هون وتطير هيك كأنها عم تطير بشكل حقيقي. هلا بس بكبس اول شي بوزيشن البي بروح على الساعة وبمشي لقدام شوي. يعني هي اللي بدي امشي لبعد مثلا 7 فريمات او 8 بمشيها هيك. تمام شوف كيف. فيني سرعها اكثر. هلا بنساويها كمان ثواني شوي. هلا رح اقولك هلا هون بدي اياها تكون يعني منحنية مايلة. هيك مايلة بشكل خط مستقيم مبينة. بدي اياها تصير مايلة. بكبس على هاي النقطة او هاي النقطة حسب ما انا بدي. قام شو طلع عندي؟ لا لما كبست هون شكل عندي هون دويرة. شايفين هاي دويرة؟ بس بكبس عليها وبحرك لفوق صارت منحنية. وكمان هون لما كبست طلعت عندي دائرة. شوفوا هلا هيك صارت واقعية أكثر. ايه فيني الرصاصة مو؟ ايه فيني قصة مثلا لما تمشي لما تصير عند وجهه بعمل لها ماسك وبقصة. يعني بدي اعمل لها سب تراك وبدي احركها شوي شوي يعني. لا قصدي انه بتمشي مثلا تنتينها حطها مثلا لا ما بمشي الحال. اذا جرين سكرين بيمشي الحال. تمام ولا هلا هي معقدة بس يعني مشان اذا بدكم تاخذوا فكرة عنها ما بدكم تستخدموها صح؟ بس يعني اذا لازمتكم موجوده بالدرس تقدروا تطبقوها. ايه يعني هي ابسط شيء هلا كمان ابسط طريقه. هلا هون كمان طيب بنكبرها شوي.
هلا هيك كمان صارت واقعية أكثر. كمان إذا بدي أعدل الإضاءة تبع الفيديو كمان كبسة اليمين إيفكت كولور كوركشن على الكيرفس. هلا هون كمان بدنا نحط صوت رصاصة إنه وقعت على الأرض. كمان موجودة عندكم بالملف هون. الأصوات يعني وين اسمها هي شيل كاسين إنه الفارغة عم توقع نزلت تكون على الأرض. ما بناخدها. هلا هي بعد ما راحت رصاصة بشوي يعني من هون. رح تزوين مهون الرصاصة راحت هيك فارغة يعني اعتبرها هون وقعت على الأرض مشان يكون شغل واقعي. رح نزل الصوت وينه هاي الشيء الكاسين رح نزله هون أول شيء هون بعدين نزله هون نشوف كيف صار الشغل. هي بس لو الإيد تتحرك تطلع واقعية أكثر بس ما في هلا حاليا. هلا هيك تمام. هي صورة ثابتة صورة بدنا نساويها هيك ايه تطلع أضبط كثير واقعية أكثر. هلا نساوي تكرير الشخصية شو رأيكم؟ هي بدون جرين سكرين. هلا انا عندي ان كان صوره وان كان فيديو اذا بدي اكرر شخصيتين كيف برايكم يعني؟ تمام بالضبط بالضبط نفسه بس فيديو. هلا راح اخذ هذا الشخص انا راح احدده راح احط وراه لاير لا يا صليد اختار اللون اللي بدي اياه هم بعلي الفيدر مثلا او حسب ما عندي انا الفيديو. هلا رح اغرب السكيل ايوه بالضبط. هلا هيك صار عندي شخص هون بس بعمل له دوبليكيت كنترول بي هلا بدي اقلب ولا جهه ثانيه بالكبسه اليمين ترانسفورم فليب هوريزونتال لا شوف هيك صار عنا شخصين كبسه اليمين ترانسفورم هاي فليب هوريزونتال. هلا هيك ان كانت صوره هلا بدنا نجربها انه كان فيديو نشوف في له دروس. اخره هون هو عم يشرح رح نكرره نشوف الفيديو تبعته. هاد فيديو رح ناخده على اكتر افكت كمان نحطه هون رح احذف الفيديوهات القديمة. الفيديو هاد نفسه رح نزله لتحت وبكبره ايه الفيدر تمام. هلا هون كمان انا شو بدي ساوي هون كمان بكبس كنترول دي صار عندي فيديو تاني بس بحرك على اليمين. فيني انا قص هي هاد الفيديو قص من هون وعلي الفيدر او فيني خلي هاد الفيديو لتحت فوق قص كمان نفس الشيء.
يعني هلا الافضل شيء يعني اختار هاي الاداه جنب البنتول، هاي الاداه المربعة مشان قصماص، وبس بختار منه هاي. هي نفس القص بس بالبنت الاداه اللي جنب البنتول، هذا ماسك هذا اسهل. هذا اذا كان مثلا شخص عم بيصور وراه حيط هي سهله جدا. رح احط لاير نفس هذا اللون بس من ورا عشان يعبي الفراغات. هلا هيك ملاحظين انه في يعني اختلاف شوي. كمان فينا ناخذ هاي الشخصية كمان هالأداة هاي نفسها من قصها هيك ومن علي الفضاء. هلا هيك ما عاد مبين ابدا، صارت شخصيتين اذا سبقنا واحد عن واحد. هيك بس يعني هيك كمان اذا الشخص بده يساويها فينا يصور بالحيط مثلا يوقف مره هون يوقف مره ثانيه هوني يساويها. هاي تكرير شخصيه بس. لا فينك تعكسها، فينك تعكسها. كمان اذا بدي اعكس هاي بكبس الكبسه اليمين ترانسفورم تصير هوريزونتال. هيك صار. تكون اسهل. هلا كمان مثلا عم تحرك ايده وبدي احرك الماسك، تمام شوف هون شلون تربش الايد. هون بدي اوريكم شو الطريقه اللي بدنا نسويها. الماسك بار هذا الفيديو هون لما عم بحرك ايده انا ما بدي تغطى هذيك الايد، بكبس الام بيطلع عندي الماسك بار، تمام على الفيديو اللي بدي اياه بكبس ام ماسك بار، بكبس على الساعة وبحرك كل ثانية بدي اياها. شوفي هون هيك بقدم لقدام شوي برجع باخدها، بقدم لقدام بحركها مشان ايده ما تختفي، تمام. شلون هي صعبة ولا هاي الماسك باث؟ مو نحن الماسك قاصينه يعني مشان ما تنقص ايده هيك، مشان ما تختفي ايده، عم حركها كل شوي حسب ما يحرك ايده هو عم بعدها. مثلا رجع ايده لورا برجع هاي مشان ما تختفي ايده لهداك الثاني. ايه سوينا ساعة وحركنا، نشوف كيف هلا الماسك عم يتحرك كل شوي. لكن الماسك عم يتحرك من فوق نشوفها. اما لو ما لنا حاطينه بنشوف كيف كانت تنقصت ايده. يعني هي الطريقه، وفينا نستخدم طريقه جرين سكرين، يعني اي طريقه بتلاقوها كمان جديده فيكم تستخدموها. والله يعني بالعكس هي يعني ما كثير صعبه. لا هي اول ما يعني تعلمت كمان بدي طبقتها لانه سهله، بس ماسك يعني قص حتى يمكن لو او جربوها ببيت اسهل اسهل يعني تتحكموا فيها اكثر. مثلا شخصين تصور غرفه قاعده، شخص قاعد على ديوان شخص قاعد على ديوان، هي ما بدها ماسكات ابدا، ماسك واحد بس. لو كان مثلا بس شخصين واحد قاعد على ديوان واحد ثاني، بس ماسك واحد ونعلي الفيدا، ما بيحتاج انه الواحد يعمل لا ماسك باث ولا شيء. يعني هي لما الواحد يصور هيك بتصير اسهل عليه. هلا هي اليوم يعني تمام خلصنا المطلوبين. هلا في شغله ثانيه مثلا بتحبوا نعمل انتقالات، بدي اشوفوا مثلا بصير في انتقالات ملونه. لا هي يعني صور شوي مثلا ما بتجي خطوط هيك بتجي بتعبي الشاشه وبتختفي. بتحبوا ناخذ هيك شيء؟ ما انه زاد معنا شوي سوا. انا كنت بدي اسال بس بالنسبه للكتاب في نمط معين للحركه.
بس بوزيشن لا انا كل قصدي انه اماط زي اماط هذول اللي بيشوفوا بورورك عرفت كيف اماط لا هلا في تاثيرات نفسهم بدنا نطبقهم نفس التاثيرات يعني تبعت هدول نطبقهم اي بس لا تلاقي يعني صعب اي في في تاثيرات جاهزه بس بدك تحمليها اي اي في على الجوجل تمام او فينك انت كمان تساوي